ياب، ورجعنا لكم من جديد. وانسحبت الفنانة فيفيان مراد، طبعا عندها حفلة. وبينضم لنا دلوقتي السيد عبد الرزاق العنزي، صاحب ومدير شركة أكافي للإنتاج. أهلا بيك، هلا حياك الله، يا مرحبا نورت عندنا حبيبي، دلوقتي. الله يسلمك. أنت جاي تقول لنا أخبار ومفاجآت وحاجات، الناس رحبت بيك وحياتك، بس انت جاي تقول لنا دلوقتي الاخبار. بس انا حابب اعرف منك اكتر ونسترسل عن الشركة ونوعية انتاجها، يعني انتاج الاغاني بس ولا لا، هي في اكتر منه؟ إنتاج تلفزيوني. هي أول ما رخصناها طبعا صار لها من 8 شهور تقريبا، بس هي من جديد دخل معي واحد من سوريا، إنتاج صار في الكليب والفنانين، توقيع عقود مع الفنانين. فإن شاء الله الحين في أكثر حوالي 4 فنانين جاهزين على توقيع العقود إن شاء الله. أو فينا نقدر نعرف أسماء؟ طبعا أول جلال موجود، في ربيع طال حمدي، عمرك يا شيخ. في أكثر عن واحد إن شاء الله، بس يكونوا موجودين حيسووا مقابلة معك أكيد إن شاء الله، أكيد حنتكلم بإذن عنهم الله. أكثر إن شاء الله. وممكن أسألك سؤال؟ أنا كنت كده كده كنت كان في سؤال كنت حابب أسأله لجلال، بس حبيت أوي إنه حضرتك تكون معانا لتجاوب لي على السؤال ده أكتر. اللون التراثي السوري اللي احنا حبيناه واحنا اتعودنا عليه، برأي حضرتك مش ناجح؟ طبعا ناجح، اكيد ناجح، موجود موجود وناجح. طبعا. يعني اذا سجلنا ألبوم كامل، مش هقول لك أغنية، اذا سجلنا ألبوم كامل ونزلناه على السوق متهيألي بيبيع. طبعا بيبيع اكيد. انت عندك اكثر طب من انت فنان؟ عندك وفيق حبيب، محفظ الألقاب، علي الديك، نعم جلال، كلهم بينتجوا لنفسهم. طبعا اكيد. طب ليه؟ هو ده في السؤال. تقصير طبعا بالانتاج، يعني عندهم في يعني سوريا معقول شركات في الإنتاج مش تقصير، شايفة شركات إن الانتاج النوعية دي شوي مش ناجحة؟ عفوا، في في تسريب. تقصير، في تقصير شوي بشركات عفوا، الانتاج بسوريا، عرفت كيف؟ في هذا اللي تسريب، شفناه احنا، بس خاف اللي من تسريب أغاني أو كذا أو هيك، وفي تقصير. نحن عندنا مثل ما تفضل الشيخ وحكى، يعني هلا هو عمل هاي الشركة مشان هذا اللي في المعالج دبي، هذا يمكن الموضوع. في سوريا، يعني في حصريا مثلا توقع خلص حقوق النشر، عرفت كيف؟ مثلا الاستاذ علي في كل مكان، في اوروبا، في كل مكان، يعني طلع واغنيته انشهرت في العالم كله. الاستاذ علي الديك بوجه له تحيه طبعا، طبعا اكبر الاستاذ علي تحيات اخوي. لنا، تحيه كبيره للاستاذ علي. طب انا هاخد اتصال وهرجع تاني نكمل الموضوع، لان الموضوع ده فعلا كبير ويستاهل ان احنا نتكلم عليه. كيف؟ الو، مساء الخير. الو، الو، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك، مين معانا؟ شعر. انا شاعر احمد شحاري من سوريا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك، شرفتنا. لسه كنا في سيرتك دلوقتي مع جلال. احيي قناه الميوزك بلاس او القناه الجميله قناه العرب، احيي الامير عبد الرزاق العنزي الصديق والحبيب. الله يسلمك يا استاذ احمد، مبروك الشركه، شركه الانتاج. الله يسلمك يا استاذ احمد، بارك بعمرك. الفنان السوري، احد نسور الاغنيه الجبليه الساحليه في سوريا، النجم الكبير جلال حمادي. تسلم يا استاذ احمد، خلينا اياك. الله يخليك، من فضل الله وفضلك. كما احيي الصديق والاخ الركن القوي الصخره طلال الدعور. احييك يا دعور يا كبير. ركن من اركان الشعبي. طبعا. شكرا، شكرا لك. طبعا انا بحيي جمهور العرب كلياتهم، وبقول لكل امهات العالم كل عام وكل ام بالف خير، لانه الام انت طيب يا رب، هي مصدر الحنان ومصدر الحنيه والعطاء. طبعا. الام عطاء. طبعا. وبالمناسبه كان عندنا احنا عيد المعلم، عيد المعلم العربي، فالام هي اكبر معلم. صحيح. وهي الحياه وهي البسمه. صحيح. صحيح. احنا ما الله عليك يا استاذ احمد، الله عليك. ونقول كل عام والجمهور العربي بألف خير، ونحيي شعب الإمارات الصديق والحبيب والشقيق. تسلم، الله يسلمك يا أستاذ أحمد، كثير احنا شرفنا وجودك معنا. ممكن نسمع منك هيك؟ تحياتي للأستاذ هيري. ممكن أستاذ أحمد اسمع منك هيك شغلة، الشعر هيك صغير لهالقناة الحلوة لشعب الإمارات؟ لو في كلام بالمناسبة دي يا ريت نسمعه من حضرتك يا أستاذ أحمد. مختصة بإيلي خوري طبعا، حبيب أستاذ جلال. نحن راح نسمعك اخر ما كتبنا، يعني استاذ مثل ما بيقولوا. تفضل. خليني اياك. نحن نسمعك قصيده على البحر، كونه نحن اولاد البحر، اولاد الجبل، البحر المتوسط الجميل.
حبيبي يا بحر تعلمنا كثير من عيونك لون الأزرق. نحن صغار وانت كبير لو فتنا فيك النظر. ربينا عشقتك أولاد وقضينا كل الأعياد ولوه كل ما كبرنا منتفرق كل ما كبرنا منتفرق. يا ما مزقت شراعات ويا ما هديت المينا ويا ما ضيعت حكايات حكايات احبابي وينا. خدت اخبار وجبت اخبار يا ملوح قلبي بالنار ونوح كل ما كبرنا بنتفرى كل ما كبرنا بنتفرى. الله عليك يا استاذ احمد. الله تسلم. صح لسانك صح لسانك صح لسانك صح لسانك. تسلم. بقول للاستاذ عبد الرزاق الاستاذ الكبير ما بتفرقنا المسافات والاستاذ جلال الاستاذ صالح دعوا نروح نعطيكم على حرم الجمر. من حي الاستاذ المذيع الرائع صاحب الموسوعه صاحب الذوق والحس الجميل. نحن نحييكم الحمد لله نحيي مصر. ربنا يخليك. مصر العربيه الشعب العربي الشقيق من سوريا الاسد. تسلم يا رب. تسلم يا رب. طول عمرنا مصر وسوريا واحد. احنا ما اختلفنا طول عمرنا بلد واحد. نحن بلد واحد وشعب واحد. والعرب طوفان. انا بسميه هون الشعب العربي هو الطوفان. الله الله يا استاذ احمد. الله ان شاء الله بيعرف الطوفان يوم ان شاء الله. بنشكر اتصالك كلكم بزياره على سوريا لكل العاملين بالمزيكا. شرفنا قناه الفن القناه الحلوه الرائعه. شرفنا والله العظيم يا استاذ احمد. شرفنا جدا للام العربيه ووحده الجمهور العربي. نحن بنحيي كل العاملين فيها. تسلم تسلم. يشرفنا جميعا. يشرفنا جميعا والله العظيم. الوطن العربي وفنانين سوريا نسور سوريا الاستاذ علي الديك الاستاذ بسام البطار الاستاذ وفيق حبيب طبعا والاستاذ حسين العلي. وانا بحيي الاستاذ جلال حمادي لانه جلال حمادي اولا بيكون ابن عمتي ثانيا هو المدلل هو الحبيب هو صاحب المساحه الصوت الجميل والرائع. تسلم على راسك مطار جميل يا استاذ جلال. رابع بقى كمان. تسلم استاذ احمد. تسلم. شكرا يا استاذ احمد. بتشكر اتصالك جدا وشرفنا جدا وجودك معنا على الاتصال ان شاء الله وتكون معنا في البرنامج ان شاء الله. شكرا يا استاذ. شكرا. شكرا يا استاذ. شكرا شكرا يا اهلا. نرجع لموضوعنا. تتوقع النجاح ان شاء الله للاصدار الاول اللي هيطلع من الشركه ان شاء الله بصوت جلال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هل حتتميز الشركة باللون ده بس ولا في أكثر؟ لا طبعا في أكثر يعني في تنوع. في فنان عندنا هنا وفي فنان خليجي طبعا. راح إن شاء الله بس يكون ريدي جاهز إن شاء الله حتشوفه إن شاء الله. بس ما حاجة كده الحين مخفي ما قدرت تجيبه. ما قدرتش؟ ما بتقدر تجيبه أنت المواضيع هذه غير فيفيان. فيفيان جبتها أنت بس إحنا عندنا. أنا ما شفتش حاجة. أنا قدرت. أنت الوضع أنا عندي حساسية صعب. أنا عندي مصادري وأقدر أعرف. عندنا صعب الموضوع شوي. في حصار سور الصين هذه الاغنيه الجديده تبع اللي سواها طلال داور. كان لازم تقول لي يا الي والله قبليها بوقت عشان نفاجئه ونطلع معاه بمفاجاتين ثلاثه على الهواء. لا ما يعرفش اللي هيطلع. طب معانا كمان اتصال يمكن من الامارات خلينا نرد عليه. الو 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 مرحبا. الو مرحبا. مساء الخير. مين معنا؟ معك حسين النواف من سوريا. اهلا وسهلا. من سوريا ولا من الامارات بتحكينا؟ انا من سوريا بحكي من الامارات. اهلا وسهلا. كيف صحتك استاذ؟ تسلم يا رب. الحمد لله كله تمام. كيفك انت؟ طمنا عليك. حاب مسي على الاستاذ جلال حمادي. حياك الله. وبشكره على هالطله الحلوه. حياك الله. خلي لي اياك عيونك الحلوين. مسي على الاستاذ طلال الداعور. الله يخلي لي اياك. استاذ طلال الداعور كيفك حبيبي طلال الداعور؟ الله يخلي لي اياك. معك حسين نواف حبيبي. حبيبي حبيبي على راسي. كيفك انت؟ شلونك انت؟ اهلا حبيبي. الله يخلي لي اياك. بحب اشكر هالقناه الحلوه. الله يخليك. كلك ذوق. شكرا لك. بشكر استاذ جلال حمادي. حبيبي حبيبي حبيبي. ما عبد الرزاق العنزي. ايوه مسي على 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 الامير عبد الرزاق حبيبنا واخونا. شكرا لكم حبيبي. شكرا شكرا اتصالك جدا. اسمع حاجة. ايه بنسمع. مش عايز تسمعني. لازم نسمع جمهورنا الحبيب. بعدين هلق يعني الاستاذ ايمن على يميني السيد عبد الرزاق على شمالي وبتكمل بوجود طبعا المايسترو بالقيصر. انا بسميه القيصر.
شو داعمين الميوزك بلس كثير داعمين لطلال داعر. طلال انت لو تشوف دلوقتي كميه الاس ام اس الشات اللي طالع بيحييه قد ايه وبيحييك انت كمان. انا شايف انا هلا مسوي له شيء فيديو كليب جديد خاص بدل الفنان طلال داعر بسوي له فيديو كليب جديد. انت دلوقتي بعد حد يبعث لك اس ام اس يدعمك ولا هم داعمينك فعلا؟ والله هم داعمين. انا اكيد ما شاء الله ربيت يا عبد الرزاق. شكلك ما راح تطلع مع فنان بعد اليوم. لحن الحياة لحن الحياة. أنا حابب كمان أتشكرك على تحية السيد عبد الرزاق العبد الله صاحب قناة الميوزك بلس. طبعا بنوجه له تحية كبيرة. أي طبعا أنا بوجه له تحية كبيرة على القناة الحلوة. أحلى تحية أخينا وصديقنا. فأنا حابب مش بصحح لك معلوماتك. أنا حابب أقول لك كمان إنه أستاذ عبد الرزاق العنزي السيد عبد الرزاق العنزي هو مدير وصاحب شركة أكافي للإنتاج التلفزيوني. طبعا هو صحح لي التلفزيوني. والسيد عبد الرزاق العبد الله هو مدير وصاحب قناه ميوزك قناه ميوزك بلس. نعم هو اللي احنا كلنا من تحت خيمه عبد الرزاق العبد الله بيشرفنا ان احنا بنكون بنمثله قدامكم على الهواء. يلا شرف كبير لنا كمان وجودنا عنده. طبعا اكيد تفضل. شو حنسمع؟ نسمع عتابة. لك بعد ما كانت جناحك تلفني هجرتيني ونار هجرانك تلفني. ولك إذا خطرنا على بالك ولك تلفني تلفني واذكري كنا أحباب. طلعوا الضو يا أمي وأنا بعين لك. طلعوا الضو يا أمي وأنا بعين. عيوني عيوني جدول الساري الساري وأنا بعين وأنا بعين. وانا بعين الشمس ناطر ضعون وين غاب. ولك حرام حرام الروح بيدك تغلبي. اسمع يا طلال اسمع هادي لك. يا اخي حرام الروح بيدك تغلبي وتبقي بنار هجريك. تغلبي حرام الروح بيدك تغلبي وتبقي بنار هجريك. تغلبي ولك
عليها عيون أصلا تغلبية خلقت للقنا وطعن الحراب غني حرك هواكم معرفته هو جنوبي مع غربي قبلش ميالي فات على قلبي وسمعته يدوي ودموع الغربي عني تعبالي استاذ احمد شحادي تحيه كبيره لعيبه طبعا نسمع طلال اسف طلال حرك هواكم ما عرفته هوي حرك هواكم ما عرفته هوي جنوبي مع غربي قبلش ميالي وفات على قلبي وسمعته يدوي فات على قلبي وسمعته يدوي ودموع الغربي عني تعبالي ودموع الغربي عني تعبالي حرك هواكم ما عرفته هوي والحرك هواكم ما عرفته هوي جنوبي مع غربي قبلش ميالي ولك فات على قلبي وسمعته يدوي لك فات على قلبي وسمعته يدوي ودموع الغربي عني تعبالي يا دعور يلا سمعنا دعور سمعنا يلا ابك يا دعور ابك يلا 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 يا درب الترحال عم يبكي الموال يا درب الترحال عم يبكي الموال ودمعات المرة يبكي عرزالي ولك يا درب الترحال عم يبكي الموال ودمعات المرة يبكي عرزالي وشال ضعون وشال بالصحراء خيال شال ضعون وشال بالصحراء خيال وعن درب الغالي ضايع دلالي والحرك هواكم ما عرفتو هوي والحرك هواكم ما عرفتو هوي جنوبي مع غربي قبلش ميالي ولك فات على قلبي وسمعت يدوي فات على قلبي وسمعت يدوي ودموع الغربي عن تعبالي ودموع الغربي عني عبالي
كان لك حق فعلا. شكرا. تلحق وتخطفه على طول. مضي معك. قديه تقريبا الشركة من امتى تقريبا بدأت؟ جديدة تقريبا. ايه صار لها سنة تقريبا. من سنة 8 شهور تقريبا. لسه الانتاجات بقى بتحضر. احنا كنا في يعني سوينا اول شيء انتاج يعني تجارة عرفت كيف؟ بزنس. في كم اكثر من شغلة بالنسبة للفنادق بالنسبة لاشياء ثانية دعاية واعلام. وبعدين درنا حطينا انتاج تلفزيوني والحين في فيديو كليبس ويعني في الفنانين. الفكرة بالنسبة مع الفنانين جديدة طبعا ما صار لها. أنا عايز أخذ رأيكم في حاجة. الشات وتحياتهم لطلال كبيرة. بس في مصطلح مش عارف طلال أنتوا سمعتوه قبل كده ولا لأ. هو أكيد طلال سمع عنه. تسمعوا عن موضوع الاستنساخ الدعوري. خطير هذا ما. طلال في كم دعور دلوقتي؟ كتير. سوريا تعبت الدواعير. كلهم دلوقتي بقوا واخدين الاسم الدعوري دلوقتي. والله شوف بالنسبة لهذا الموضوع يعني أول شغلة هذا شرف كبير لإلي أنا لما أنه أنا أسمع الصولو اللي أنا بقوله عم يسمعوا عند فلان وعند فلان وعند فلان. يعني أنا لما بسمع أنه العازفين عم تعزف صولواتي الشعبية اللي أنا بقولها هذا شرف كبير لإلي معناتها أنا موجود. صحيح. يعني أنا هذا الشيء ما بيزعجني بالعكس بيفرحني. نجاح ليك أكتر طبعا. بس في بعض التعليقات يعني بجوز شوي بتضايقني بعض الأحيان. خلص أستاذ طلال ما في شيء بداخل عندي شو في بعض العازفين يعني اللي طالعين جديد يعني نحن ما عم نحكي عن العازفين اللي لهم أسماء أكيد نجوم كنسا يعني يختص نعم. أخواتي يبقوا يعني وأنا ما بالعكس كل عازف يعني مو معناته انه انا عازف غيري لا يعني بالعكس كل واحد له اسلوبه كل واحد له خصوصياته يعني العازفين الطالعين جديد يعني يعني انا بعمل الصولو من هون ثاني يوم بسمعه بشكل غير ايقاع نفس الصولو غير ايقاع غير صوت غير كذا وكل من يعزف على كيفه عرفت كيف يعني بهذا الموضوع يعني اول شغله هيك نحن يعني بالعكس نحن هيك عم نشوه اللون ما يعني عم نرتجل يعني نحن عم نشوه يعني انا اوكي انا قلت الصولو بتمنى انه من العازفين الطالعين جديد اللي بدي يقول الصولو لازم يقولوا مثل ما هو مثل ما الناس سمعته مين من الناس العازفين اللي سمعت لهم او سمعت صولوهاتهم او سمعت عزفهم وحسيت انه هو ده ممكن يكون يعني مش هقول لك امتداد بيكون بيكمل طريق بداه طلال الدعور مين